الله وكيلك يا زعيم، الله وكيلك يا زعيم. وأنا هذا وكيل السرايا. إيه وكيل السرايا، هو أعطاني مصاري وقال لي اقتله للزعيم أبو شكري. بالعلامة قال لي إنه الزعيم أبو شكري واقف بحلقه مثل الشوكي. أنا لما شفت المصاري ضعفت ورضيت، بس الله وكيلك يا زعيم أنا ندمان. هلا ندمت يا واطي، شاهد على روحك يا ابن الحرام. بوس ايدك يا زعيم، بوس ايدك. أنا عندي أولاد لا تيتمون، بوس ايدك. ليش اللي قتلته ما عنده أولاد يا ابن الحرام؟ ما عنده حارة كاملة بتأتمر بأمره؟ بلك هلا، بس تاركن مو عندي يا جماعة، تاركن مو عندي، تاركن عند وكيل السرايا. شكري، كبر عقلك يا شكري، كبر عقلك يا شكري. وش عم دوّت لأبي يا ابن الحرام؟ سيطارنا ما خلص يا ابن العم، وكيل السرايا لازم يموت. وهي بنت الحقيقة يا عبود، قلت لك انه الله ما بيحب الظلم. إن شاء الله على جهنم يا واطي. أنا أخذت بتار أبي يا أهل حارة اللوز. أنا قتلت اللي قتل أبي وأخذت بتاري. قتلت عبود يا شكري؟ لا يا أبو جمال، طلعنا ظالمين ولا عبود؟ مو هو اللي قتل عمي. لك مين اللي قتله؟ أبو سليم الطحان ووكيل السرايا. الحمد لله، ظهر الحق يا أهل حارة اللوز. هن اللي قتلوا لعمي. يا رجال، كلنا هلا بدنا نطلع على السرايا. يا بروحنا يا بروح الوكيل. قولوا الله يا رجال. هروب سيد الوكيل، هروب. ليش شو في؟ رجال حارة جايين ياخذوا بترم منك، لأنهم عرفوا انك انت اللي قتلت الزعيم وقتلوا ابو سليم الطحان، وهلا جايين ورايك بدهم يقتلوك. لوين بده يروح يا عصام؟ لوين؟ سيدي هروب على بيروت، روح على القيادة الفرنسية وهن بيحموك. بسرعة يا جنرال الوكيل، بعد في وقت، هروب. Thank you.
جهز لي دورية خلوني لاقوني على باب السرايا فورا. سألت وينه؟ وين؟ أنا ما أدري وين يا صاحب. شكري، جمال وفارس وأحمد على السجن لا تطلع المختار، خليكم هون يا رجال. الله يسمعك انك راح تجي يا زعيم. اهلين مختار. صح. شلونك عامل لك؟ صح هاتوا شو بدونا؟ فوت فين عليه؟ اوف رابع. يلا جمال يلا جمال يلا جاع. البشرة يا رفيقي البشرة يا عبود. لك شو في؟ انكشفت الحية ونعرف مين قتل الزعيم ابو شكري. عم تحكي عن جد؟ اي والله عم. طلع في واحد اسمه ابو سليم الطحان وكيل السرايا هن اللي قتلوه وانت طلعت بريء. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. ابو شكري قتل ابو سليم وراحوا كل رجال الحاره تيقتلوا الوكيل بس ما لقوا. وين راح الاتليه؟ هراب على طريق بيروت. ايوه. ايمتى صارت القصه؟ هاي وصلتي من السرايا، فتنا ما لقيناه، قام اجيت خبرك. وين بده يروح يعني؟ ما له غير هالطريق لحتى يصل على بيروت. ايش بدك تسوي؟ في حساب بدي صفيه مع الواط اللي حرمني من اهلي وحارتي امشي لقلاك. اصبحنا الان بامان. هيا
عبود؟ لك انت بني ادم ولا جني؟ هي بعدين بنحكي فيها، بني ادم ولا جني. قتلته للزعيم ابو شكري يا واطي. بدك ترزق التهمه فيني يا حقير؟ لك مو انا اللي قتلته، مو انا اللي قتلته، هذا ابو سليم. بس انت اللي بعته تقتله واعطيه الذهبات كمان. مو صحي هذا الحكي، مو صحي. هلا عرفت ليش بدك تقتلني يا واطي. هلا عرفت ليش بدك اياني موت. كل يوم تبعت لي دوريه مشان تقتلني، بتعمل لي فخ مشان اقتل فيه. بدك يعني موت لكان، ما بدك شاهد على فعايلك يذكر بكذبتك ويكشفك. اسمعوا، لا ما في شجره وصلت ربا وإليك وقعت وما حدا سمع عليك. قتلته للزعيم ولا مفكر تقتله لنوري وتقتلني انا؟ عم تفكر تخلص من رجال الشام واحد واحد؟ بس في شغله انت ما بتعرفها منوب، رجال الشام ما بتخلص. بدل الزعيم في ألف زعيم، وبدل نوري في ألف نوري، في ألف عبود. بوس إيدك لا تقتلني يا عبود، بوس إيدك. والله كان بودي فرغ البشكات كلها براسك، بس في عالم أولى مني إلا تقتلك. فهمان ولا؟ لعوب بطو عبود. بدك تغدر فينا يا واطي يا خسيس بوي، بدك تغدر فينا يا عوض. نبشو أول شي، نبشو. يلا ربطوا هلا، قومي لعن فوق صحكم. صبحية أنا هون، تقبرني. صبحية خير؟ خير شو في؟ كل الخير. هاتي البشارة. خير شو في على البشارة؟ عبود طلع بريء. بريء؟ شلون؟ عبود مو هو اللي قتل أبو شكري، اللي قتله الوكيل وأبو سليم طحان. ألف الحمد لله يا أبو فهمي، ألف الحمد لله، بيّن الحق. فرحي يا أم ياسين، فرحي، عبود طلع بريء. مو هيك وبس، عبود كل هالفترة كان بيدمر مشيب الفرنساوي وقال قاتل منهم أعداد كبيرة. الله محييك يا أم ياسين على هالترباية. لك روح يا عبود، روح، الله يقويك ويصلح اللي ظلمك. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. شبك يا رجال؟ وشك ما عم يتفسر وقت ما فتت. لازم تنبسط انه اتاخذ بتار الزعيم ابو شكري وانقتل اللي قتله. اخ يا ام جمال، اخ قديش ظلمناه لعبود، قديش سبيناه، قديش حكينا عليه. بالفعل مثل ما قال زعيم، عبود احسن منا بكتير. يا أم جمال، أنا ندمان، ندمان على كل كلمة حكيتها على عبود. الله يغفر لي، الله يغفر لي شو حكينا على هالبطل. طول بالك أبو جمال، إن الله غفور رحيم. ونعم بالله، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا ويسامحنا على اللي عملناه بهالزلمة. أم جمال، أمرني. بكرة بتروحي بتدقي على كل بيوت نسوان الحارة وبتجمعوا حالكم وبتروحوا لعن بيت أم ياسين بتعتذروا منها. إيه والله لازم. إيه الله يرضى عليك. أمرك. أخس يا نوري، يا باطل عليك، ظلمت الزلمة كل هالمدة. الله يرحمك يا عمي، وقت كنت تقلي إنه عبود زلمة ما بيخاف إلا من رب العالمين. أخ يا عبود، كسر الطاري. ندمان ما هيك؟ قلت لك يا زعيم، عبود ما دخله.
ما بيقتل. بس انتو كنتوا اذن من طين واذن من عجين. ظلمتوه، بعدتوه عن اهله وعن حارته، حكم اعدام. ولو ما رب العالمين قدر ولطف، كان انعدم وهو مظلوم. كانت خطيته برقبتك، برقبة أهل حارتنا. أنا هلأ مالي جاي لحتى عاتبك، أنا جاي لحتى أقلك كلمة يا نوري. أنت بتعرف الفرنساوية اللي عم ينقتلوا بيدمر مين اللي عم يقتلون؟ عبود. عبود هو اللي عم يقتلون. لأنه زقرت وقلبه على بلده. هي هي تربيتي يا زعيم. هي هي. أنا ما بدي ابني. ولا بدي عبود. أنا كل شي كان بدي إياه إني شوفك هيك عم طلطق صبيعك من الندم. أنت غلطت. غلطت بحقي وبحق ابن ياسين، بحق عبود يا زعيم. لازم تصلح غلطك، لأنه في آخرة وعقاب رب العالمين. يمكن يكون قاسي. ماني فاتح تمي. احتم. تخلص. طريق لله. لكن. لكن. اهلا وسهلا فيك بحارة اللوز. شكلنا قلة رجال. سمعني صوتك. يستر خلطك يا عبوس. صوتك
استر عرضك، فكني وخذ اللي بدك اياه. قديش تدفع؟ قد ما بدك بدفع 5000 10000 ذهبي، قد ما بدك. زيدهم شوي ما زبطت. قد ما بدك خذ كل شيء بعلك مشان الله يحبوك. يا العيني ها. بوس ايدك عبود. يا سيدي بدك شيء؟ استر شفت منه. فكني الله يوفقك، ما بدي غير تفكني. استودعناكم. لك عبود وين رايح تعال؟ يا خس هلا بيسمعوك وبيشخدوك بالحارة شنو؟ تعال لنا تعال لنا. استودعناكم. لك تعال لنا. لك عبود. أمرك شريف يا الله ولي يا رب عطينك على حالك. روح الله يحميك. لسا الخير لقدام يا أهالي حارة اللوز. عبود الشامي لا هيك كتير يا عبود. عبود عبود أنا نوري عبودة. لك عبود رجع الشام الله رجع عبود. لك على حب النبي رجع جا لك عبود. لك على حب النبي بدك ترجع. لك قديش هتذكرت عبود؟ قديش هتذكرت؟ لك ارجع. نحن ظلمناك يا عبود. لك على حب النبي بدك ترجع. يا قديش هتذكرت عبود؟ قديش هتذكرت؟ لك ارجع. لك عبود ارجع شان الله ارجع عبود. لك على حب النبي ارجع. سامحني لك عبود، كلنا ظلمناك. أنا اللي ظلمتك لك عبود. أخي بوس إيدك طول بالك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. يمنع من شاني شغل الإيشاني يمنع نشا. وكيل تعفكني حارس تعفكني. ايه 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 فكك يلا يا ناس
يا عالم يا هو الوكيل الوكيل مربوط على باب القهوه يا ناس يا عالم يا عم يا الوكيل ايه ايه هلا بفكك طفي يلا يا ناس يا عالم يا هو بطلق الوكيل مربوط على باب القهوه وينو زعيم يا فارس وينو؟ خير شو قصة؟ ناديله ناديله بسرعة أمام الله يرضى عليك يلا يلا يا كريم يا رب من هون من هون من هون من هون زعيم هذا هو ها إيه هذا هو واللي فكني حساب مع الواطي بدي صفيش قلت لك رح يجي يوم رد لك صاصاي شكري خل بتر ابوك اخذت بتارك يا زعيم اخذت بتارك يا كبير أخذت بتارك يا بي وكمان يا عبود عم تجيب لنا اللي ترنا عنده لحتى نقتله لك أخ قديش ظلمناك يا عبود قديش قسينا عليك حقوني على المضافة يا رجال نص الحارة على باب القهوة ولك الله بحي البطل اللي حملك يا عبود ولك الله بحي البطل اللي حملك فرحت بربك يا أخي فرحت بربك هي جنبي قتل اللي قتلك واخده بتارك الحمد لله الحمد لله هذا هو عبودي اللي أنا ربيته شو زعيم؟ كأنك مالك فرحان بقتل الوكيل بالعكس يا شكري فرحان ومبسوط خيرات الله وانتو كمان مبسوطين لأنكم قتلتوا اللي ظلمكم اي والله اي والله اي والله بس نسيتوا انكم ظلمتوا عبود عبود اللي شنطت كل هالمدة عن حارته حتى الصغير فينا كان يسبه قبل الكبير يا
لأنه كنا مفكرين إنه هو اللي قتل عمي أبو شكري رحمة الله عليه. حاول كثير إنه فهمنا إنه مو هو اللي قتله، بس كان حقدنا على عبود، عامي على عيوننا. ما فكرنا للحظة إنه ممكن يكون قريب. عبود كان هكلان هم حارته وهم بلده. كان يقاتل الفرنساوي ليل مع نهار، ونحن قاعدين هون عم نتقاتل بين بعضنا. بتعرفوا مين كان يزت السلاح على بيتي مشان نبعته لرجال الثورة؟ ومين زت المصاري على بيت أبو فهمي؟ عبود. عبود عمل كل هالعمايل. عبود كان قلبه على بلده بالوقت اللي كنا نسبه ليل مع نهار. واخر شيء بيلحق الوكيل على طريق بيروت وبيجيب لنا اياه على نص الحاره مشان ناخذ تارنا منه. هذا هو عبود يا رجال. هو ما تخلى عن حارته رغم انه نحن كلياتنا تخلينا عنه وانبسطنا لما سمعنا خبر موته. الله يلعن الشيطان، نحن ظلمناه لعبود. ان شاء الله يقبل يسامحنا. والله ما عاد ينفع الندم يا شيخي. الشيء اللي بينفع هلا يا رجال انه ندور على عبود ورجعوا. رجعوا على حارته. رجعوا لاهله. رجعوا لخالته ام ياسين اللي بكت دم على غيابه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين بزقرتي. اهلا وسهلا بالزعيم. سلامات. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. ايه ياسين؟ جهز لي حالك اليوم المساء مشان نطلع على كفر بطنة. أمرك، بس ليش على كفر بطنة؟ الرجال هنيك صار لهم يومين عم يتعاركوا مع الفرنساويين، وإجاني خبر من زعيمهم أبو عياش زعيم كفر بطنة، طالبين مساعدتنا. أمرك يا ذكرتي، بس شو؟ أهل حارة اللوز رح يطلعوا معنا؟ إيه طبعاً. طيب وبركي الزعيم نوري شافني يا ذكرتي. انت طالع مع ابو بطرس ورجال الاماريه ورجال الاجله، وما حدا رح يقدر يقرب عليك ابدا. امرك يا سكرتي امرك. ايه صحيح، في خبر رح يفرحك كثير كثير. شو هو؟ امبارح انكشف يلي قتل الزعيم ابو شكري وابن خالتك عبود ما له دخل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كان قلبي حاسسني يا سكرتي انه عبود ما دخله، وأنا وقفت بالحارة وقلت لهم لكل أهل الحارة إنه عبود ما دخلوا بقتل الزعيم. الله أكبر. على كل اليوم المساء لا تنساه، بتجي لعندي على الإشلي وبطلع أنا وياك سوا. إيه بيقول لك خواجة أبو بطرس إنه اليوم بعد العشاء بنلتقى باستاد الدور ومثل العادة. ماشي. لا تنسى تخبر المختار ورجال حارة العمارة. ولا يهمك، سلم عسكرتي. أمرك زعيم. يعقوب؟ شو زعيم؟ بتخبر جمال واحمد وفارس وابن عمي شكري، بعد العشاء بنلتقى عند حمام الورد، عنا طلع على كفر بطنة، فهمت؟ امرك زعيم. بتقول عند المختار ابو حسين، خلي يجيب رجاله ويلاقينا على نفس القرنة. طيب زعيم، معلش اروح مشوار صغير وارجع؟ لوين؟ على البزورية، بدي اروح اجيب شوية اغراض للوالدة. بالاول خبر الشباب، بعدين روح على البزورية. امرك زعيم. Thank you.
هات الاغراض يا احمد. شريف يعني. تفضلي اختي. سلام ايديك يا ابو احمد. الله يسلمك. قديش حقهم؟ ولو معقول ناخذ منك يا اختي؟ ايه ما شاء الله على هالتربايه، يا هيك العالم تربي يا بلا، ما شاء الله يا عليم الله. نحن مقصرين بحق هالرجال الشريف الادمي لبضاي، رجال الشام عبود. تسلم الله يخليك، بس ما بصير يا ابو احمد، لازم تاخذ. ضبي مصاريك يا اختي، ضبي الله يرضى عليك. لك ما لنا عرفانين وين بدنا نودي، وشنا الاسود منكن. تسلم، كتر خيرك. السلام عليكم. الله معك اختي ياسين، مع السلامة. مهونة، مع السلامة. يلا يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي يعقوب. عم، اليوم في طلعة على كفر بطنه. ايوه. وقال انه زعيمهم ابو عياش طالب المساعدة من اب بطرس، وصار لهم يومين عم يتعاركوا مع الفرنساوي، ورجال اليوم كلياتهم طالعين لهنيك لحتى يساعدوهم. امتى؟ الرجال وين بدها تجتمع؟ مثل العادي بستان دور بعد صلاة العشاء. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلين. اهلين ام جمال. يا اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله، كتر خير الله. يا اهلا وسهلا. تفضلوا 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 تفضلوا، ارتاحوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يعني كيفك ان شاء الله بخير؟ نخليك الحمد لله، كتر خير الله. تفضلوا تفضلوا. يا كيف صحتك ياسين؟ الحمد لله الحمد لله، نشكر الله. كيفك بتعملي؟ الحمد لله، ألف الحمد لله، والله الحمد لله. الله محيي أصلك يا أم ياسين على هالترباية. تسلمي يا أم جمال، تسلمي. والله يا أم ياسين، عبود رفع راس أهل الحارة كلهم. تسلمي يا أم فهمي، الله يخليك يا رب. الله محيي البطل عبود. والله يا أم ياسين، لحنا ندمانين، ندمانين كتير لأنه ظنينا السوء بعبود، بس مندعي من الله هيك، الله يسامحنا. أهلين أبو فاضل. أهلين بسقرتي. يا رجال، نحن طالعين هلأ لنحمي بلدنا، ونشد على إيدين شباب أهل كفر بطنة ونساعدهم، وبدنا ننسى كل شيء بيناتنا ونكون إيد واحدة. مشي يا رجال. مشي يا سكرتي. مشي يا سكرتي. طاب الموت يا شامي. ورحتي على شغل الحرية؟ رحتي. هو أنا اللي بروح، ما بتعرفيني خفيفة ورشقة أنا. خير؟ شبكي مريم؟ والله ما بعرف يا مرتاني، صار لي يومين عم دوخ ونفسي عم تلعي. عم تحكي عن جاب؟ إيه والله. إيه قومي، قومي معي لأفحصك، قومي. يلا. للمرة الثانية بنسألك يا أبضاي، مين أنت؟ مين انت يا بضاي؟ عبود الشامي، واحد من رجالك يا زقرتي. لسا الخير لقدام يا اهل الشام. لك الله محيي البطل اللي حملك. شو اختي معاد البشري؟ والله قلبي قلبي، جهزي الدياره. يي اول بشري. شكرا لك على الخير. حمد لك يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الله يبارك فيك. الله يقيمك بالسلام. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تقبريني. صاحبي، أنا اليوم جاي لعند منك يا خليل حتى أقول لك إنه كشفت الحقيقة وطلعت بريء من دم الزعيم. هذا وكيل السرايا الكلب ابن الكلب، هو اللي طلعت ولا أبو شكري.
لازق التهمة بظهري. اسمع يا صاحبي، انت بتعرفني منيح، انا ما بقتل، انا ما بقتل روح خلقها رب العالمين الا على الحق. مشان هيك انا اليوم جاي لعند منك لحتى ترتاح بتربتك الطاهرة، لحتى اقول لك انك انت استشهدت مشان واحد بريء. كل الدنيا وقفت بوشه، واهله وناسه وعارته وظلموه، وما حدا غيرك وقف معه. يا شام العز في حلالك، والتاريخ بحضنك نام، تاريخ بحضنك نام، والروح بترخص كرمالك، وترابك غالي يا شام، ترابك غالي يا شام، والمجد مزمر عجبالك، ومحبة أهلك رسمالك، شال العز من رجالك، بلادك نخوي يا شام، يا شام يا شام يا شام يا شام، رجالك رجال العز، رجال العز. Shut up.